السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نديرو درس التناسبية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوا الجيم، بارطاجيو الفيديو لأصحابكم لكي تعم الفائدة، نو كومونتير وضغطوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله. هنا عطانا السؤال: أكمل ملء الجدول بالضرب في المعامل المناسب. أكمل ملء الجدول بالضرب في المعامل المناسب. تناسبية عندها معامل ضرب ومعامل قسمة، عندها طريقتين. نبدأ بمعامل الضرب وبعد يكون معامل قسمة. أكمل ملء الجدول بالضرب في المعامل المناسب. اثنين، أكمل ملء الجدول بالقسمة على المعامل المناسب. نبدأ بتاع الضرب، هاوين لكم جدول هذا. أكمل ملء الجدول بالضرب في المعامل المناسب. نبدأ بالسؤال الأول. هنا عندي عدد الكتب وثمن بالدينار. هنا عندي 3 6 18 21 30 60. هاو الجدول، ماهوش باين. لا ماهوش باين، ها هم الاعداد. الجدول كبركم البيبان الجدول. ها لو كي نعرفوا معامل، هنا نديرو بالضرب. شنو نديرو؟ نديرو عملية القسم. ما نقسمو 45 على 3. كي نقسمو 45 على 3 نديرو عملية القسمة. شوفو كاش ورق 45. شوفو معايا هنا 45 على 3. ديروا عملية القسمة. عملية القسمة معروفة، 4 على 3 شنو تعطيني؟ 4 تقبل على 3، 1 1 في 3 3 والباقي نقصوا 3 من 4. 1 في 3 3، 4 نقصوا منها 3 عملية القسمة تعرفها، تولي يبقى لنا 1. نهبطوا 5، 15 على 3 شنو نضربوا في 3 تعطينا 15. 5 خمسة في ثلاثة كم؟ 15 وخمسطاش ناقص 15 تعطيني صفر. سما معامل تاع التناسبية تاع الضرب هنايا هو نضربو في 15، نخدمو بخمسة عشر. كي نضربو 6 في 15 تعطينا؟ 6 في 15 ديرو العملية، 15 في 6، 6 في 5 كم؟ 30. 6 في 6 وثلاثة 9 تعطيني 90. العملية ديروهم مرواحكم ولادي الأعزاء. أنا نقولكم ساعة جدول الضرب لما تكونوا حافظين. هنا عندي 90، فضربنا ضربنا 6 في المعامل اللي صبناه. دايما تشوفوا الأعداد اللي عاطينهم لكم وتقسموا عليهم. صديقو هذا العدد يكون هنا في الوسط، أحيانا يجي هنا مع الأخير، أحيانا يعطوه لكم مع الأول. ما أول نقسموا العدد كبير على العدد الصغير ونصيبوا النتيجة. كيف قسمنا 45 على 3 شنو صبنا؟ 15. ومن نضربو نديرو معامل تناسبية هنا شحال درنا؟ 15. نضربو 15 في 6 تعطيني 90. 15 في 18 كم تعطيني؟ 270. نحنا ندير العمليات 15 في 21 شنو تعطيني؟ 315. تأكدوا من النتيجة. 15 في 30 كم تعطيني؟ 450. 15 في 60 كم تعطيني؟ تعطيني 900. هذا بالنسبة للتمرين الأول والنموذج الأول. هي فيها طريقتين، يا إما بالقسمة يا إما بالضرب. درنا الطريقة الأولى أكمل جدول بالضرب في المعامل المناسب. دوك نديرو ثانيا أكمل ملء الجدول بالقسمة في المعامل المناسب. هاونا زاوج. هنا قالنا أكمل ملء الجدول بالقسمة على المعامل المناسب. هنا عطاني 16، هنا نحوسو لاني وين ما عطاني عددين، عطاني في الزيرو. هنا اش قلنا؟ هنا قالنا أكمل، نعاودو السؤال: أكمل ملء الجدول بالقسمة على المعامل المناسب. هنا عندنا عدد الخلفان وعدد الأرجل. هنا عطاني الجدول ودوك ندير العملية نشوف عددين. هنا عندي زوج، هنا قاع عندي عدد عدد، هنا عندي زوج. سما وينو نقسم الكبير على الصغير؟ 80 على 20. 80 كي نقسمها على 20 اش تعطيني؟ ديروا كذلك هذا 80. شوفوا ولادي الاعزاء على 20. قادر يديروا طريقه تحذفوا الاصفر نورمال تعرفوها، بصح حنا ندير لكم بلا ما نحذفوا. 8 على 2 كم؟ 4. 4 في 2 شاه 8. 8 نقصوا منها 8 صفر. نضربوا من بعد
عفوا عفوا تلاميذ الاعزاء، خطأ، نعاودوها. 8 على 20، كنت حاسبه 8 على 2، غلطت، نعاود العمليه. 8 تقبل على 20؟ لا اسمها 80. 80 على 20 شحال فيها من كم من مره؟ واحد في 20، 20 2 في 20، 2 في 20 تعطينا 40، 3 في 20 60، 4 في 20 80. هنا قادرين نحذفوا طريقة هذا الأصفر، نحذفوا الأصفر ونديروا ديريكت. جينا عملية سهلة، تحذفوا ذا وتحذفوا ذا وتقسموا 8 على 2 تعطيني 4. هنايا نعاودو نرجعو ونديركم الطريقة الثانية، كي حذفنا صفر وحذفنا صفر نحذفوهم ونقسمو 8 على 2 تعطيني 4، 4 في 2 8، 8 ناقص 8 قاسم تسمى فيها 4. ولا الطريقة الثانية 80 على 20 تقسمو ديريكت، لي خافو يغلطو نعاودوها لكم منهم. ساعه بغيت نديكم ديك الطريقه 80 على 20، درك نديكم طريقه ثانيه ما تخلطوش ولادي الاعزاء. 80 قلنا فيها 4، 4 في 20 تعطيني 80، نضربو بعد نقص 80 ناقص 80 تعطيني 0. تما هنا المعامل التناسبيه هو 4 على هنا، قسمو هنايا على 4. 16 كي نقسمو على 4 اش تعطيني؟ ديروا لكم العملية، نوريكم 16 على 4، واحد ما يقبلش على 4 معناتها 16 تقبل على 4، 4 في 4 16، 16 ناقص 16 تعطيني 0. هنا معناته 16 على 4 هي، ني وريتكم عملية وحيدة وانتم ديروا الآخرين نروحكم صح. هنا نشعل نصيبو هنا لو العدد من فوق ثم نضربو، كي يكون العدد فوق نضربو والعكس صحيح، كي يكون هنا نقسمو، هنا راه مقاسمين عاطينا نضربو ضرب. 25 في 4 شحال؟ 25 في 4 كم؟ 25 في 4، 4 في 25، 4 في 2 8 والاثنان 10 تعطيني 100. هنا نعكس ولادي اعزائي، شوفوا هنا ضربنا، هنا قسمنا باش كل عدد اللي يكون فوق نقسموه، نقسموه والعكس صحيح، لا طاني لي قاسمينو نضرب، نضرب في المعامل ونقسم لا صح. 200 على 4 كم فيها؟ 200 على 4 200 على 4 ديروها 5 في 4 20، 20 ناقص 20 تعطيني 0، 0 على نفس 0، 0 4 0، 0 ناقص 0 يعطيني 0 معناتها 50 تعطيني 50. راني وريتكم اعداد الاخرين ديروهم مروحكم ولادي الاعزاء. 400 على 4 كم؟ عطوني 100، 400 على 4 100. و 600 على 4 اخر عمليه نديرها لكم، 600 على 4 كم تعطيني؟ هاجه 1 في 4 4، 6 تقبل على 4، 1 في 4 4 صح، على 6 نقصوا منها 4 يبقى لي 2، 20، 5 في 4 كم؟ 20، 20 ناقص 20 صفر، نعاود نهبطو صفر، صفر على 4 صفر تعطيني 150، 150. إن شاء الله تكونوا فهمتوا ولادي الأعزاء هذا اللي درناه الأول بالضرب، نضربو في معامل تناسبية هو 15 والثاني أكمل بالقسمة نقسمو على 4، وإذا عطاونا المعامل تاع القسمة هنا نعاودو نضربو. هنا راه معطينا النتيجة من فوق، إذا كانت عندنا النتيجة من فوق نضربو، وإذا كان عندنا في الأسفل نقسمو. كيما هنا قسمنا كاع هنا في الوسط عطاونا الناتج من الفوق، ما نطيقوش نقسمو، ما نديروش 25 على 4، العكس 25 نضربوها في 4. كان هذا شرح درس التناسبية التلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء تاعكم لكي تعم الفائدة، وديروا نجم أبوني وضغطوا على الجرس لكي يصلكم كل جديد. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.